ما توقعت يصير هيك مع حدا ذكي وواعي بهالحياة مثل السيد أحسان. كيف وقع بمكايد مرة لئيمة وما قدر يكشف ألاعيبها ومخططاتها؟ وسارة المسكينة دايماً عم تكون الضحية بكل هالقصة. شو بدي أعمل هلأ؟ كيف بدي أخبر السيد أحسان عن حقيقة هاي المرأة؟ ويا ترى هو رح يصدقني؟ بس لو أني سجلت الكلام يلي قالته هداك اليوم، يا ريت. ألو؟ شبك؟ ليش ما عم تحكي معي؟ ما صار لك أسبوع عم بلش بهالوظيفة، دغري شفت حالك علينا؟ ساجو؟ رقم مين هاد؟ وليش عم تتصلي؟ ليش هذا الأسلوب؟ جرب تحكي معي بلطف طيب، قلي أنا شو عملت لك؟ أنا عم اشتغل وكتير مشغول، ليلي عالسريع شو بدك؟ ولا رح سكرها؟ أمك وزعت حلو بكل الحارة بس ما عطتنا نحنا، مع أنه منقرب بعض. معلش أعرف ليش هالتصرف، معقول ما تجبلنا؟ طيب رح أبعت لكم. بس سمعت إنك ناوي تاخد كل عيلتك لتاكلوا برا بأول راتب، رح تحتفل معهم ما هيك؟ زاهين أوعى تنساني، خدني على العشاء. لا تنسى إني دعيت لك كتير مشان تتوفق بهذا الشغل. أنا متأكدة إنه مرت أخوك خبرتك، دعائي هو اللي خلاك تلاقي هيك شغل منيح وبيناسبك. طيب أنت ليش ما بتعملي شي لحالك بدل ما عم تدعي لغيرك؟ أنا بعرف إنك رسبتي مرتين لهلأ، ليش ما بتحاولي كمان؟